تعتبر الهواتف النقالة أو الخلوية اليوم جزءا لا يتجزأ من الاتصالات الحديثة في حياة كل فرد. وفي كثير من البلدان يستخدم أكثر من نصف السكان الهواتف المحمولة، وينمو سوق الهواتف النقالة بسرعة، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين بلدان منطقة الخليج التي تضم أعلى نسبة من مستخدمي الهواتف النقالة. صحيح أن للهاتف المحمول إيجابيات كثيرة من خلال استخدامه، لكن هل تساءلت ما هي سلبيات استخدام هذا الجهاز؟ تعالوا معنا لنتعرف على سلبيات استخدام الهاتف المحمول. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. الهواتف المحمولة أجهزة تنبعث منها طاقة من الترددات، وهي شكل من أشكال إشعاع الكهرومغناطيسي، والتي يمكن أن تمتصها الأنسجة القريبة من الهاتف. وإن مستخدم الهاتف المحمول يتعرض لعديد من الآثار السلبية لهذه التكنولوجيا الخارجة من الهاتف من خلال المسافة بين الهاتف والمستخدم، ومدى نوع استخدام الهاتف المحمول، ومسافة المستخدم من أبراج الهاتف الخلوي. وقد قامت الوكالة الدولية لبحوث السرطان بتصنيف الإشعاع الصادر عن الهاتف المحمول بأنه ربما يكون مسرطنا، مما يعني أن هناك بعض المخاطر للإصابة بأمراض السرطان نتيجة الاستخدام الطويل للهواتف النقالة والعدد الكبير من المكالمات الهاتفية في اليوم الواحد، وطول كل مكالمة، ومقدار الوقت الذي يقضيه الناس في استخدام الهواتف المحمولة. كل ذلك يعتبر من العوامل الهامة التي تعزز المخاطر الصحية على صحة الإنسان، كما أن لهذه التكنولوجيا بعض التأثيرات على صحة الجسم قصيرة المدى، مثل اضطراب الهرمونات، اضطراب النمو، ضعف الوظيفة الإدراكية، اختلال السلوك، الربو، ارتفاع ضغط الدم، اللوكيميا، العيوب الخلقية، ضعف الجهاز المناعي، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والآثار الطويلة المدى مثل تلف الحمض النووي والعقم عند الذكور. اليوم سنبين أهم السلبيات التي تنتج عن الاستخدام الخاطئ للهاتف المحمول، وأهم الخطوات التي يجب عليك القيام بها لتجنبها. أما سلبيات الهاتف على العين، إن العلماء الذين درسوا تأثير الموجات الكهرومغناطيسية على العين البشرية أثبتوا أن استخدام الهاتف الخلوي يمكن أن يؤدي إلى تلف العين وتسبب الساد المبكر، وأيضا إلى إعتام عدسة العين بصرف النظر عن تأثيره على الشبكية والقرنية وأنظمة العين الأخرى. فمن خلال الدراسات تبين أن العين تمتص الطاقة الخارجية من الهاتف كما تمتص الحرارة المنبعثة منها، والمشكلة ليست أن العين تمتص الطاقة بل بالحرارة التي تمتصها العين، مضيفين إلى أن الاستخدام المطول للهاتف المحمول يمكن أن يؤثر على شبكية العين وعدسة العين وعلى القرنية وكذلك الجزء الزجاجي الذي هو من أجزاء العين البشرية الهامة. وحيث تبين من خلال الدراسة أن العين ترتفع حرارتها كلما كانت المسافة قريبة بينها وبين الهاتف الخلوي. وأما سلبياته على الدماغ، هناك رابط مشترك بين الهاتف الخلوي وبين حدوث أورام دماغية، ووفقا لتقارير المنظمة الصحية العالمية أظهرت الدراسات أن الإشعاع الصادر عن الهاتف الخلوي له تأثير بمعدل 40% للإصابة بورم في المخ، والذي له تأثير في الإصابة بمرض الزهايمر،
كما بينت الدراسات أن تلف الجهاز المناعي ومرض باركنسون ومرض الزهايمر هي من جملة الأمراض التي تنجم عن الإشعاعات التي تصدر في المجال الكهرومغناطيسي للهاتف الخلوي. أما سلبياته على المرور، لقد أظهرت الأبحاث زيادة مخاطر حوادث المرور، أي ما يزيد بنحو 3 إلى 4 مرات عندما تستخدم الهاتف المحمول، سواء كانت محمولة باليد أو عن طريق التحدث أثناء القيادة بالبلوتوث أو التحدث بمكبر الصوت أثناء القيادة، لأن هذا الجهاز يؤدي إلى تشتيت انتباه السائق وعدم تركيزه، مما يزيد من حوادث المرور. سلبيات الهاتف على الأطفال والمراهقين: الأطفال معرضون لخطر أكبر من البالغين عند استخدامهم للهواتف المحمولة ولتطور الإصابات بسرطان الدماغ، خاصة أن الأنظمة العصبية لديهم في بداية تطورها، وبالتالي هم أكثر عرضة للعوامل التي قد تسبب السرطان. كما أن الأجهزة اللاسلكية هي أكثر خطورة على الأطفال، خاصة أن لديهم عظم الجمجمة أرق وأنظمتها العصبية رقيقة أيضا، والإشعاعات الإلكترونية التي تصدر عن الأجهزة اللاسلكية هي أكثر خطورة على الأطفال ولا يمكن حماية الأطفال منها. كما للهاتف النقال أثر سلبي على المراهقين وبصورة كبيرة، من خلال تناقلهم للصور الإباحية وتبادل الرسائل الجنسية وانتشار حالة الزواج الوهمي بينهم، مما يؤثر على حالتهم النفسية بشكل سلبي. سلبيات الهاتف على الأذن: أما سلبياته على الأذن، المشكلة أن انتشار الهواتف الذكية والهواتف المحمولة قد انتشرت معها سماعات الرأس وسماعات الأذن التي تقوم بتفريغ الأصوات بشكل يومي على سمعنا، وبالنسبة لبعضنا فإن الضرر الذي يحدث اليوم لن يكون واضحا إلا بعد مضي سنوات، فإن الاستخدام غير اللائق لسماعات الأذن سيسبب فقدان السمع. أيضا إن استخدام الهواتف الذكية دون سماعات الأذن يمكن أن تؤثر على السمع بشكل دائم، وقد أظهرت الدراسات أن التأثير السلبي للهاتف المحمول ليس فقط بسبب الأصوات العالية التي تصدر منها، ولكن بسبب الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة من هذه الأجهزة، إضافة إلى أن الموجات الكهرومغناطيسية لها ضرر على الأذن من جراء الاستخدام السيء، ولكنها ليست سوى جزء صغير من المشكلة إذا ما قارناها بالأضرار المحتملة للسمع من الموسيقى الصاخبة. والكثير من الشباب اليوم يستمعون للموسيقى والأغاني من خلال سماعات الأذن في كل مكان، وهذا الأمر يتزايد كل يوم. وقد صرح تقرير صادر مؤخرا عن المنظمة الصحية العالمية أن أكثر من 1 مليار شاب معرضون لخطر فقدان السمع بشكل دائم والتأثير على طبلة الأذن بسبب هذه المشكلة، والشباب يميلون لاستخدام هذه السماعات ظنا منهم لإخفاء الضجيج المحيط بهم. ولكن ما لا يعرفه الكثير والصادم في الأمر أنه لم يتم تصميم السماعات الأذن وسماعات الرأس لمنع الضوضاء المحيطة، وأنها لا تخفي الضجيج الخارجي، فيقوم الكثير من الناس إلى تحويل حجم الموسيقى الخاصة بهم إلى أعلى مستويات الاستماع الآمنة، مما يعرضهم لمخاطر الإصابة بفقدان السمع. العلاقة بين فقدان السمع والهواتف المحمولة: في دراسة أجريت من قبل قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في معهد الدراسات العليا للتعليم الطبي والبحث في الهند،
قام الباحثون بتقييم ومقارنة التغييرات على المسار السمعي المركزي والأذن الداخلية التي نتجت عن التعرض للموجات الكهرومغناطيسية من الهواتف النقالة، وباستخدام عدد من الاختبارات تمت مقارنة وظيفة السمع من 125 شخصا الذين كانوا يستخدمون الهاتف الخلوي لمدة سنة واحدة، وبين 58 شخصا الذين لم يستخدموا الهواتف المحمولة خلال هذه الفترة. أظهرت نتائج الدراسات أن أولئك الذين كانوا يستخدمون الهاتف الخلوي على مدى طويل كانوا معرضين لفقدان السمع أكثر بكثير وبصورة مضاعفة من الذين لم يستخدموا الهواتف الخلوية. أما سلبيات الهاتف النقال على الذكور، فيعتبر الاستخدام المستمر والخاطئ للهواتف المحمولة من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض مستوى الخصوبة لدى الذكور بمعدل 44.4%، كما أنها تضر بعدد الحيوانات المنوية بمعدل 30%، مما يعني إلى أن هناك عامل مشترك بين الاستخدام الخاطئ للهاتف المحمول والعقم عند الذكور. سلبيات الهاتف على العلاقات الاجتماعية. أما سلبياته على العلاقات الاجتماعية فإنها تصل سلبيات الاستخدام الخاطئ للهاتف المحمول إلى الإساءة للعلاقات الاجتماعية بين العديد من الناس، وهذا نتيجة الاهتمام بالهاتف في اللقاءات بين الأهل وعدم الاكتراث بالجو الحميمي والعائلي الذي يجمع الأشخاص مع بعضهم، فتتخلخل العلاقات الأسرية ويختفي الحوار والمناقشات بين أفراد الأسرة الواحدة، فتظهر المشكلات وتتفاقم وتبتعد أفراد الأسرة عن بعضها وتتشتت دون إدراك ووعي من أي أحد منهم. كما أن استخدام الهاتف بشكل دائم يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الأسرة كلها بشكل عام. أما دور الهاتف المحمول في نقل الجراثيم والبكتيريا، فإنه لقد بيّنت أكثر الدراسات إلى وجود العديد من الجراثيم والبكتيريا التي تسبب العديد من الأمراض في الهاتف المحمول، وهذا إنما ينعكس سلبا على الصحة العامة للشخص الذي يستخدمه من خلال التعرض للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والتهاب الأمعاء وضعف الجهاز المناعي. أما سلبيات الهاتف على العنق، فقد بيّنت الدراسات أن استخدام الهاتف على مدى عدة ساعات في اليوم الواحد لكثرة الانحناء إلى الأمام من أجل كتابة بعض الرسائل أو اللعب بألعاب الهاتف الترفيهية أو التحدث لفترة طويلة يؤدي إلى الضغط على منطقة العنق أو الرقبة، وقد يصل إلى العمود الفقري مسببا آلاما شديدة. أما سلبيات الهاتف على اليد، من خلال استخدام الهاتف المحمول لوقت طويل يؤدي إلى ظهور آلام في اليد وخاصة في منطقة الرسغ، كما تسبب التسنج والتنمل في أصابع اليد، مما يساعد على ظهور أعراض الإصابات بالتهاب أوتار اليد والرسغ والساعد. أما إدمان استخدام الهاتف، لقد أثبتت الدراسات أن 66 من الناس يصابون بالخوف والتوتر والقلق لمجرد الابتعاد عن هواتفهم ولو لمدة قليلة، حتى وصلت حالة التعلق الشديد بالهاتف ببعض الشباب وحتى أكبر سنا إلى استخدام الهواتف داخل الحمامات للأسف. أما سلبيات الهاتف على النوم، لقد بيّنت إحدى الإحصائيات أن هنالك ما يقارب 75% من الطلاب لا ينامون إلا والهاتف المحمول بجانب السرير أو تحت الوسادة، متجاهلين إلى أن الإشعاع الذي يصدر عن هذه الأجهزة أو أن الضوء الذي يخرج من الهاتف يؤثر سلبا على مادة الميلاتونين ونتاجها، والتي لها الدور الأساسي في المساعدة على النوم، مما ينعكس سلبا على عدد الساعات الضرورية التي يحتاجها الجسم. وفي الأخير أوصيكم ببعض النصائح لتجنب هذه الأضرار والحد منها بأقصى ما يمكن.
لقد أوصى العلماء ببعض النصائح لتجنب سلبيات استخدام الهاتف المحمول، ومنها ضرورة الحفاظ على الهاتف المحمول إلى أقصى حد ممكن بعيدا عن العين. لا ينبغي استخدام الهاتف الخلوي بأكثر مما هو ضروري. يجب على المستخدم للهاتف الخلوي تجنب استخدامه في السيارة لتجنب حصول الحوادث المرورية. احرص على استخدام الهواتف المحمولة لإجراء المحادثات القصيرة والضرورية أو في الأوقات التي لا يتوفر فيها الهاتف الأرضي. يجب استخدام جهاز الهاتف بحيث يكون هناك مسافة بين الهاتف ورأس المستخدم. ينصح الخبراء باستخدام الهاتف الخلوي بعيدا عن الأذن قدر الإمكان، وذلك باستخدام مكبر الصوت في الهاتف أو باستخدام سماعات بلوتوث. لا تسمح للأطفال الذين هم بعمر أقل من 16 سنة باستخدام الهاتف المحمول. لا تضع الهاتف الخلوي في جيبك. حاول أن تستخدم سماعات الرأس في المكالمات الطويلة الموسعة. على المرأة الحامل عدم وضع الهاتف المحمول على معدتها أو بطنها، وعدم السماح بوضع أبراج الهاتف الخلوي في منطقة قريبة من التجمعات السكنية، وتوعية الناس حول أضرار وجودها على أسطح الأبنية السكنية. وفي الأخير أتمنى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.